مكان يا مكان، يا سادة يا كرام، ملك اسمه سعفان، له جولاته وصولاته في الميدان، سيفه بتار يقطع الكلام، ولسانه كحد السيف في السلام. وهذا يا سادة يا كرام ما كان في سالفة سعفان في تلك الأيام. هذه العبارات المنمقة والمرصوصة والتي عادة ما يبدأ بها الحكواتي حديثه وهو يروي سيرة بطله الجديد على العامة ووجهاء القوم في المقهى، سير عادة ما كانت تمزج بين الواقع والخيال، مكونة في أحيان عديدة حكايا وأماكن جديدة لم يعرفها التاريخ من قبل. وقد مثل الحكواتي في زمن العثمانيين الذاكرة التي يلجأ إليها العامة لمعرفة أبطال تاريخهم والواقع الذي يعيشونه. فالحكواتي عادة ما كان يستعين بشخصيات تراثية مستغلا رمزيتها ومناقبها لإسقاطها على الواقع المعاش وتحريض العامة على رفض الظلم. مع قدوم الطباعة تراجع دور الحكواتي، ولذلك لم نعد نقف على أثر لهم في المقاهي، وفي حال وجدوا لم يعودوا يعكسون واقعهم اليومي، بل غالبا ما أخذ هذا الوجود شكلا تجاريا وطابعا فلكلوريا يندفع الناس إليه لالتقاط الصور. نقاد وصحفيون يرون أن أسلوب الحكواتي لم يختفي من حياتنا، لكنه تقنع ضمن أشكال الحديث والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم ومع بحث سوريين في الخارج عن مشاريع جديدة تجارية أو اجتماعية، قاد الاجتهاد بعضهم إلى إعادة إحياء شخصية الحكواتي في بعض المقاهي لجذب الناس، لكن دروبهم تلك أعادت إحياء السؤال مجدداً: كيف سيروي الحكواتية الجدد ثورة السوريين وبطولاتهم عبر سير أبطالهم الشعبية؟